عنصر اسمه اكس عدده الزاويه 19، عنصر اسمه واي عدده الزاويه كام؟ 9. عدده الزاويه كام؟ 9. هتاخد الورقه الخضراء اهي، هتوزع لي اللي ياخد ورقه خضراء هيوزع لي العنصر ايه؟ اكس. اللي هياخد الورقه اللي لونها ازرق هيوزع لي العنصر ايه؟ ها؟ واي. وتحدد لي الدوره كام؟ المجموعه كام؟ وبعدين تقول لي التكافؤ كام؟ التكافؤ يعني تكافؤ كام؟ وهيفقد ولا هيكتسب؟ طبعا انت هتعرف هيفقد ولا هيكتسب. وتطلع تلزقهم لي هنا، اولا انت حدد دور المجموعه، تطلع تلزقه على اللوحه، ثم بعد كده نسال الاسئله الخاصه هنا. ها؟ اللي هو اصبح هنا عنصر مين ده؟ ها؟ عدده كام؟ اخر واحد في المدرسه كام؟ واحد. هيفقد ولا هيكتسب؟ واحد. يفقد. يتحول لايون نوع موجب ولا سالب؟ اللي بيفقد. يتحول لايون موجب. انت عندك كام في المدار الاخير؟ واحد. عندك في المدار الاخير واحد؟ سبعة. سبعة. يعني محتاج كام الكترون عشان يستقر؟ واحد. واحد. انت هتفقد الكترون، وانت؟ انت تحول لايون؟ موجب. وتحول لايون؟ طيب اي شحنتين مختلفتين بجانب بعضهما البعض ماذا يحدث بينهما؟ قوة تجاذب.